السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلمنا في الدرس الأول هدفين، الهدف إن أنظر وأقول، والهدف الثاني أسأل وأجاوب. Listen to الدرس الثاني page 19. الهدف من الدرس دوت بقى، من التمرين ده، بيقول لي look and see، هنظر هبص على الصورة وكمان هقول نفس الهدف اللي فات، انظر واقول انظر واقول. طب انا لما انظر على حرف البي كابيتال اقول ايه؟ هقوله بي كابيتال. ولما انظر على البي سمول اقول ايه؟ هقول بي سمول. مفيش حاجه غريبه. وكمان اقول كمان صوت حرف البي ب ب، اما تقول ب اما تقفل شفايفك وهتنطقه مع الحرف اللي بعديه، زي ما احنا عملنا مع با، مشينا عند البي، اول ما وصلنا عند البي قلنا ايه؟ با كده با. اما تعمل كده با ها با، البي مع اليو انها با بابل بابل. طيب هنتعلم بقى نكتب البي كابيتال والبي سمول، بس بعد ما نعمل ايه؟ ها الهدف الثاني من الدرس دوت، تمرين نمبر 4، لوك سي اند يوز. طب ايه الهدف بقى؟ لوك انظر، مفيش حاجة غريبة هنا، هبص على الصور. ها سي قول قول، ها قول اسمها، ها انظر انا هبص على البي اقول بي، ها واقول كمان فور بلاي بيانو مثلا، اند يوز واستخدم. طب استخدم ايه؟ هستخدم دي، هستخدم البي للصور دي، اقول ان بي فور اقلد زي ما انا قلت بي فور بيانو، اقول بي فور لدي وبي فور دي وبي فور دي. طب تعالوا مع بعض، ده احنا بنحله مع بعض كده في برنامج البنت عندنا. زي ما هو قال لي بي فور بيانو، البي كمان بتتعمل لمين؟ ها بي فور ايه تاني؟ ها ناخد الكلمة التانية، بي فور، ها الأول نخلي ال، طيب نخلي الخط كده، ها الطيارة، الطائرة يعني، ها الطيارة يعني ايه؟ تعالوا نقرأ مع بعض، ها ف تاني ف لين، تاني ف لين ف لين فلين فلين، يعني طائرة. أنا عندي دب الباندا، دب الباندا يعني بانتا، ها بي اي ان دي اي بي اي ان دي اي، ها ازاي اقرا باندا؟ ها اخد البي مع الاي، هفضل ماشي واجي عند الاي واروح قايل ايه؟ با دا، يبقى باندا. هاخد البي مع الاي واقولها دا د د د. طيب اخر حاجه سهله، بيزا سهله معروفه، امشي بالقلم بتاعي، هاخد البي اول ما اوصل الاي اعمل ايه؟ بي ذا بي ذا. خلاص انا كده تعرفت بي فور بيانو، بي فور بلين، بي فور بانتا، بي فور بيتزا. طيب واحد عايز يتعلم بقى الكلمات دي، ازاي اقرا كلمه بلين؟ طيب ازاي بقى اتعلم اكتب حرف البي؟ اكتب حرف البي، البي كابيتال والبي سمول.
أول حاجة أنا عندي بغبغان، يعني ها بارت، بغبغان يعني بارت، ها با تاني با 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 بارت. أمسك القلم الرصاص بتاعي البيك كابيتال عشان أكتبها، أحط القلم على السطر الأول وأفضل ماشي بالقلم لحد إيه؟ لحد السطر التالت اللي هو بالأحمر ده. الخطوة التانية أحط القلم على السطر الأول وأعمل قوس كده، أفضل ماشي على السطر وأمشي كده، أنزل لتحت كده وأروح عامل خط على السطر التاني كده زي ما هو عامله لي كده. يلا مرة تانية، قلم على السطر الأول وأنزل للسطر التالت، قلم على السطر الأول وأعمل قوس يلمس السطر التاني أهو، قلم على السطر الأول ينزل على السطر التالت، قلم على السطر الأول يعمل قوس لحد السطر التاني. آخر مرة. طيب تعالوا نعملها لوحدينا، القلم على السطر الأول، هنزل بالقلم لحد السطر التالت، ادي التاني ادي التالت، هحط قلم على السطر الاول واعمل قوس يلمس السطر الاول والتاني، القلم على السطر الاول هينزل لحد ما يلمس السطر الكام؟ التالت، واروح شايل القلم، ارجع احط القلم على السطر الاول واعمل قوس يلمس السطر الاول والسطر الكام؟ التالت. يعني محدش يعمل كده، لان لو عملت كده هتبقى دي، وكمان محدش يعمل كده، ما ينفعش اعملها كده. الله، ما هو عامل لي سطر تاني ليه؟ عشان المس السطر الاول والمس السطر التاني، خلاص ولا حد كمان يعمل كده، يعني ما يعديش كده هتبقى دي، بس ناقصه حته صغيره. خلاص عرفنا التغيير ما ينفعش دي، واللي ما تنفعش كده يبقى احط قلم على السطر التاني على الاول، اقصد سوري، وينزل يتشال من السطر التاني. هحط القلم على السطر الأول وهعمل قوس بحيث إنه يمشي على السطر الأول ويلمس مين؟ السطر التاني. برضه مش هينفع أخليها كده عشان هو عامل لي السطر التاني ليه؟ ولا ينفع أخليها كده عشان هتبقى دي، ولا ينفع أخليها كده عشان هتبقى دي، بس ناقص واحد. طيب آخر مرة، خلاص إحنا عرفنا في منتهى السهولة. طب البيل سمول هي زيها بس صغيرة، بس نعملها ازاي بقى؟ عرفنا ان البيك كابيتال بنستخدم السطر الاول والثالث بالنسبة للخط، والقوس الاول والثالث. طب البيل سمول هحط القلم على السطر الثاني اهو، القلم يبقى على السطر الثاني ويفضل نازل لحد مين؟ الرابع، ادي السطر التاني، ادي التالت الاحمر ده، وافضل نازل لحد الرابع اللي هو ده، اللي ده السطر الاول، ده التاني، ده التالت، ده الرابع. هحط القلم على السطر التاني وهعمل المرة دي ايه؟ قوس، بس يكون فين؟ يلمس السطر التاني والتالت، طالما انا بدأت من على التاني. يلا مرة تانية، قلم على السطر التاني ينزل للسطر الرابع، قوس من السطر التاني يلمس السطر التاني والتالت، سهلة جدا. يلا هنعملها لوحدنا المرة دي، هنعملها آخر مرة، نعملها المرة دي لوحدينا. هحط قلم على السطر التاني وأمشي بالقلم بحيث ألمس السطر التالت وكمان مين؟ الرابع، وأشيل القلم. هحط قلم على السطر التاني واعمل قوس يلمس السطر التاني واللي تحتيه. يلا التاني مرة تانية. قلم على السطر التاني يلمس السطر التالت ويلمس السطر الرابع، قلم على السطر التاني واعمل قوس يلمس السطر التاني والتالت. آخر مرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.